شركة فن بلوم هي شركة معناها الإزهار المالي. هذه شركة تأسست في نهاية السنة الماضية، وكانت هي حصيلة نتاج المشاركة في الأكاديمية الأولى في بيروت. المضبوط أنا يعني دخلت في هذا البرنامج مشروع إبسوميد من خلال التقدم بطلب للمشاركة في هذا البرنامج ووضع كافة البيانات المطلوبة. من هون كانت البداية، والحمد لله كان لي حظ ممتاز جدا أنه تم اختياري بهذه المشاركة، وكنت مضبوط سعيد جدا بهذا الاختيار، واللي اعتبرته هو قفزة نوعية من أجل المباشرة بالدخول في نشاطات تتعدى السوق الفلسطيني. مشروع إبسوميد ساعدني بشكل كبير أنه أوصل للمؤسسات الشبيهة والشركات الشبيهة في المناطق العربية، وهذا طبعا جدا مهم لوضعنا في فلسطين، لأنه إحنا نحتاج نتواصل مع هذه الدول من أجل التبادل التجاري بكافة أنواعه. وأنا حقيقة في الأكاديمي ون كانت تجربة رائعة من حيث نوعية المتدربين ونوعية المشاركين وتوجهات فريق عمل المشروع. صراحة هذا هو دافع مستمر لأي حدا، سواء فن بلوم والآخرين، من أجل الدخول بهذه التجربة من تحقيق تشبيك مع المؤسسات الأخرى، بناء علاقات، بناء شبكات إلكترونية مختلفة عشان نقدر نتفاعل مع بعض في كافة هذه المناطق.